مش مهم بقى مين يصعد. لو الجونه كان طلب يلعب مباراه الاهلي في اسكندريه اتحاد الكره كان ممكن يوافق له؟ مش هرجع لحاجه عمرها ما هتحصل، عمرها ما هتحصل. ليه ما يحصلليش يا كابتن؟ ما بيحصل لغيري. مش هيحصل، مش هيحصل، مش هيحصل. بس ليه؟ لان انت اولا بس يعني انت في حاجات يعني زي ما قلت لك فقدناها، وفي حاجات على المستوى الفني طبعا في حاجات ممكن نكون يعني اثرنا فيها، على المستوى الحسابي اثرنا فيها. لكن زي ما قلت لك يعني عمري ما لعبت دوري العب نصه كل 48 ساعه، ما عملتش كده. ما ينفعش ابدا 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 فرقه بتشارك في كل البطولات ديت اصلا يعني، وتسافر هنا وتيجي من هنا وتروح السويس وتيجي اسكندريه وبعدين القاهره وبعدين ترجع السويس تاني وبعدين، مش مهم يعني. انت الجدول الاولاني كنت مديني اربع ايام وبعدين اربع ايام ما بين سفريه وسفريه، تمام؟ وبعدين يجي يقول لك ايه، لا ما هو ده بيحصل مع غيرك. حصل مع غيري فين يعني؟ حصل مع غيري فين؟ انا مش عايز اكتر في الكلام، بس انا يعني بتاسف الصراحه، بتاسف جدا جدا جدا. لكن زي ما قلت لك يعني كلمه ملهاش تاني يعني، ما ينفعش تثق في حد مش اهل للثقه دي خالص خالص، لان انت بيحصل معاك من اول الدوري، حصلت معاك من اول الدوري شويه نقط كده، شويه نقط كانت باينه علامات بشكل واضحه.